السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم سعيد شو. أنا سعيد الجمالي. كيشرفني أنني اليوم بدأ معكم واحد دورة جديدة، وهي دورة الربح من اليوتيوب. غادي نتعلموا ان شاء الله كيفية انشاء قناة جديدة في اليوتيوب كليا في PC. غادي ننتقلوا للشرح التطبيقي. قبل ذلك غادي نتعرفوا في هذا الشرح النظري اللي هو بسيط. كنتمنى انكم تتبعوا معايا حتى الاخر هذا الفيديو، لانكم تتعلموا اشياء ما غاديش تلقوها فيديوهات اخرين ونصائح جديدة ان شاء الله. اولا اللي خصكم تعرفوا ان في هذا الفيديو هذا غادي نفرقوه لثلاثة الفقرات. الفقرة الاولى هي اننا غادي نشؤوا ايميل، غادي نستخدمو فيه جيمايل التابع لشركة جوجل، اللي هو واحد المساحة تخزينية ديال البريد الإلكتروني. هاد جيمايل علاش هو مهم، أولا علاش هو أول مرحلة؟ بهاد جيمايل غادي تمتلك واحد البريد إلكتروني بحال هكدا، كينتهي بجيمايل اسم ديالك اليوزر ثم جيمايل. هذا هو اللي غادي يمكنك انك تنشا حساب في اليوتيوب. طبيعه الحال ملي كتنشا جيمايل فانت كتنشا تلقائيا واحد الحساب عند شركه جوجل، ولا كيكون عندك حساب عند جوجل تقدر انك تنشا به اي حساب اخر حتى الحساب ديال جوجل ادسنس اللي كنتي سمعتي به، اللي هو تقدر انك تشارك به الارباح مع شركه اليوتيوب او لا يوتيوب اللي تابعه لشركه جوجل. اذا الفقره الثانيه غادي نتعرفوا فيها على كيفيه انشاء قناه، وهذه طريقه بسيطه جدا. ثم بعد هذا غادي ننتقلوا لطريقه رفع الفيديو الاول في اليوتيوب. اذا كان الهدف ديالك اما انك تشهر العلامه التجاريه ديالك، تبيع منتج، تبيع خدمه، تروج للنشاط التجاري ديالك، اشهار العلامه التجاريه او البراند ديالك، اي طموح اي هدف بغيتي تحققه غادي تحققه ان شاء الله، ما عليك الا انك تتابع معايا الفيديو الى الاخير. غادي نشؤوا الجيمايل ثم غادي نشؤوا القناه ثم غادي نرفعوا اول فيديو على اليوتيوب، ونوريكم جميع الاعدادات اللي غادي يكونوا في لوحه البيانات او لوحه القياده ديال اليوتيوب. يمكن لكم انكم تتابعوا معايا الحلقات الاخرين، الحلقه الثانيه والثالثه، وغادي ان شاء الله في الدوره ديال الربح من اليوتيوب. لذلك خليكم مع الشرح، ننتقلوا للشرح التطبيقي PC، والتقيوا بعد الشرح. اذا اعزائي المشاهدين، سنبدا في الفقره الاولى بانشاء ايميل او بريد الكتروني. سنذهب الى موقع gmail.com، ثم نضغط على كرييير ان كونت، انشاء ايميل جديد. تختار اما لاداره شركتك او لشخصيتك. اولا في هذه خانه الاسم سوف تضع فيها اسمك، وهذه الخانة النسب. ثم في الخانة الثالثة تضع عنوان البريد الإلكتروني الذي ستعرف به. سأضع في الاسم سعيد شو، ثم البريد الإلكتروني سعيد شو 2019. ثم في هاتين الخانتين سأضع الباسورد أو المود باس للبريد الإلكتروني. ثم تعطيك هذه الخانة وضع هاتفك الخاص ببلدك، سأتجاوزها. ستضع تاريخ ميلادك باليوم والشهر والسنة في هذه الخانة، ثم تختار يعني نوع جنسك، هل أنت ذكر أم أنثى. تضغط على النكست، ثم توافق على الشروط والأحكام لاستخدام حساب جوجل واستخدام خدمة جيمايل، ثم توافق عليها وتنتقل لفتح حسابك على جيمايل بكل بساطة. كانت هذه هي الفقرة الأولى بإنشائك لحسابك على جيمايل أو حسابك على جوجل. سوف تتمكن من إنشاء حساب بطريقة بسيطة على اليوتيوب، وبالتالي ستحصل على قناة. هذه رسالة فقط من شركة جوجل تقول لك صباح، تقول لك يوم سعيد، ويعني ترحب بك في خدمات شركة جوجل. تضغط على هذه الأيقونة وتجد أن إيميلك هو هذا يظهر. يمكنك مشاركته مع أي شخص تريد أن يرسل لك، أو يعني أن يرسل لك البريد. سنذهب إلى موقع اليوتيوب www.youtube.com، ثم كما ترون هذه هي الصفحة الرئيسية، تظهر الفيديوهات بشكل عادي.
كما ترون في الأعلى توجد يعني أيقونة فيها سكونكتي أو كونكشن، يعني أنك لم تدخل بعد إلى حسابك. مثلا إن ضغطنا على اشتراك في أي قناة فإنك ستلاحظ أنه لا يتم الاشتراك، لكن عندما تضغط عليها ترى أنك قد دخلت إلى حسابك في اليوتيوب وأنه يمكنك الاشتراك في القنوات. تضغط على فوتخوشن أو يور تشانل بالإنجليزية، ثم يتوجه بك إلى إنشاء قناة على اليوتيوب. ستنشئ حساب على اليوتيوب ستعرف به باسم، أنا كما ترون سعيد شو 2. أضغط على كريل ينشين أو كريت تشانل، ثم ترون أنه ينتقل بك إلى لوحة البيانات الجديدة. هنا تضغط على هذه الأيقونة لتحميل الفيديو بطريقة بسيطة، أو تضغط على الزر في أعلى الصفحة زائد، أو تضغط هنا في لوحة البيانات القياسية. سأختار هذا الفيديو، وعبارة عن فيديو بسيط وصغير فيه فقط بعض الثواني. سيتم تحميله بشكل أو رفعه على القناة بشكل بسيط. أشجعكم على تسمية الفيديو في الحاسوب أو جهازك باسمه الذي سينشر عليه في اليوتيوب لكي يساعد في السيو. بعد ذلك عندما تقوم برفعه تسميه هكذا، مثلا نيو سعيد شو ستوديو اون يوتيوب. تقوم بالضغط بعد رفعه على public أو publish، ثم كما ترون سنقوم بالتعديل على الفيديو. سوف نضيف الديسكريبشن وهو الوصف، هذا في هذا الصندوق الخاص بالوصف نقوم بوصف الفيديو ونصف فيه جميع المعلومات التي يحتوي عليها الفيديو والتي سوف تتناولها وتريد المتابعين أن يعلموا أن الفيديو يتحدث عنه، وتضع الروابط وغيرها من هذه الأمور. في هذه الخانة تضع التاجز أو العلامات الوصفية أو الكلمات الدلالية أو الكلمات الرئيسية أو حتى الكلمات المفتاحية. مثلا سأضع بعض الكلمات مثل استوديو سعيد الجمالي، سعيد شو 2، واستوديو قناة سعيد شو، أو كلمة كيف تمتلك استوديو لقناتك على اليوتيوب. هذه كلمة يبحثون عنها كثيرا في اليوتيوب. هذا الزر لاختيار سلسلة جديدة أو بلاي ليست، وهي عبارة عن يعني قائمة تشغيل لتشغيل الفيديوهات في برنامج معين لتخصيص البرنامج. هنا تختار صورة مصغرة، لا يمكنك بعد أن تقوم بتحميل صورة مصغرة إلا بعد أن تقوم بتأكيد قناتك، وهذا سنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. هنا في الإعدادات يعني المتطورة تختار مثلا الكاتيجوريز وتختار الترخيص استخدام الفيديو، هل لديك ترخيص أم لا، هل توفر الفيديو، هل الفيديو يتوفر فيه محتوى يجب أن يشاهده البالغون، أو هل الفيديو فيه كذلك إعلان تجاري. بعد ذلك تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك عبر هذه الأزرار. سننتقل الآن إلى لوحة البيانات أو لوحة التحكم. كما ترون هذه لوحة التحكم الجديدة، سننتقل إلى لوحة التحكم بالقناة القديمة وهي بسيطة وجميلة. كما ترون هكذا تظهر قناتكم أو لوحة البيانات أو لوحة القيادة. لتعديل أي فيديو تضغط على موديفاي أو إيديت فيديو. بعد ذلك تذهب إلى هذه الصفحة، يمكنك التعديل على أي معلومات خاصة بالفيديو. على سبيل المثال جعل فيديو public أو عام أو خاص، هنا لإضافة البطاقات وشاشة النهاية والصوت وغيره. هكذا تظهر القناة في شكلها الحالي على اليوتيوب لأي شخص. تظهر الفيديوهات ثم قوائم التشغيل، وهذه هي قائمة التشغيل التي أنشأتها، فيديوهات تعليمية. سننتقل إلى تخصيص القناة. كما ترون تظهر القناة بهذا الشكل كما تشاهدون.
اذا اعزائي المشاهدين كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم كما انني كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ضغطوا على زر لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، كما انني ارجو منكم انكم تشاهدوا الحلقه الماجيه ان شاء الله، الحلقه التاليه واللي هي الثانيه ان شاء الله غادي نرفعها حول كيفيه اداره القناه. من بعدها الحلقه الثالثه غادي تتحدث على كيفيه رفع فيديوهات بدون مونتاج بدون تصوير بدون اي شيء. غادي تحصل على فيديوهات مجانيين بدون حقوق ملكيه، ثم غادي ترفعهم في اليوتيوب. ما كاينش اللي غادي يسالك قانونيا، ما كاين حتى شي مخالفات. ان شاء الله غادي نتعرفوا على شي في الحلقه الثالثه. في الحلقه الرابعه ان شاء الله في الدوره هذه غادي نتعرفوا على كي على اسباب قله المشاهدات في اليوتيوب، وكيفاش اننا نزيدوا المشاهدات الفيديو ديالنا ان شاء الله، وكيفاش الطريقه اللي استخدمتها انا نفسي شخصيا باش اننا نحصل على مئات الالاف ديال المشاهدات في اليوتيوب بطريقه قانونيه وطريقه سهله، اللي هي اصلا اليوتيوب كتقول لك تستعمل هذه الطريقه هذه وحنا كنتجاهلوها. سي يو انذر تايمز، الى اللقاء ان شاء الله. بارطاجيو هذا الفيديو، لايك واشتراك في القناه اذا كانت هذه اول مره تشاهدون فيها قناه سعيد شو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.